من بلاد الرافدين، من بلاد الحضارة والتاريخ، من بلاد العلم والأدب والثقافة والشجاعة، من بلاد التضحية للتحرر من الظلم والاستبداد والاحتلال والإرهاب. من هنا، من العراق، من العاصمة بغداد، نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. أكثر من شهر مر على التحركات المطلبية ولا زالت مستمرة في غير محافظة عراقية. تظاهرات يقول المشاركون فيها إنها خرجت للمطالبة بتحسين واقع معيشي وصل إلى مرحلة لم تعد تحتمل. إذن هي تظاهرات مطلبية شعبية شرعية، وهذا ما أكدته القوى السياسية والمرجعية الدينية وفصائل المقاومة، لعبت دورا مشهودا في القضاء على المجاميع الإرهابية التي استباحت دماء العراقيين. وقبلها خرج الأمريكيون على وقع ضرباتها المؤلمة. وعلى وقع التظاهرات أطلقت المرجعية الدينية موقفها الأسبوعي، فنبهت من أطراف كانت تقمع العراقيين تسعى لحرف التظاهرات عن مسارها، ومن محاولات قوى داخلية وخارجية من استغلال التظاهرات لتحقيق غاياتها. هذا في الداخل. أما في الخارج، فأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تؤيد الاحتجاجات العراقية واللبنانية ضد ما سماها الهيمنة الإيرانية. كلام وضعه مراقبون في خانة إخراج التحركات المطلبية عن سياقها. فما الذي يحصل في العراق؟ وإلى أين تتجه التطورات؟ وماذا عن الحلول المقترحة؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا سنحاول أن نجيب عنها في تغطية الميادين للمشهد العراقي من هنا، من قلب العاصمة العراقية بغداد. وأهلا بكم إلى الحلقة الأولى من برنامج من العراق. في هذه الحلقة الأولى مشاهدينا، يسرنا أن نستضيف معنا الخبير الاستراتيجي الفريق أول وفيق السامرائي، الذي ينضم إلينا مباشرة من العاصمة البريطانية لندن. وقبل أن نغوص مع السيد وفيق السامرائي في النقاش والتحليل، نبدأ بهذا الخبر عن رئيس الحكومة حيدر العبادي، ونطرح آخر التطورات أيضا مشاهدينا، حيث دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي المتظاهرين إلى المحافظة على سلمية التظاهرات لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق شرا. عبد المهدي أشار إلى أن التظاهرات صاحبتها أفعال إجرامية وإرهابية وبشكل واضح للعيان، بغية النيل من هيبة الدولة وإضعاف مقدراتها، وأضاف أن هذه الأفعال لا تمت إلى الممارسات الديمقراطية بصلة، مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الأمنية. إذن مشاهدينا، نبدأ بالنقاش مع السيد وفيق السامرائي. سيد وفيق، أهلا بكم على شاشة الميادين. وبما أنه هذه الحلقة الأولى من برنامج من العراق، والذي نقدمه من هنا من العاصمة العراقية بغداد، لابد بداية أن نشرح المشهد. البعض يسأل ما الذي يحصل في العراق؟ هناك حراك على الأرض، تظاهرات، احتجاجات خرجت بمواجهة الغلاء المعيشي، هناك اعتراف من قبل القوى السياسية ومن مختلف أطياف المجتمع العراقي بأحقية هذه التظاهرات، ولكن في نفس الوقت هناك بعض المخاوف. كيف يمكن بداية أن نوصف واقع الحال اليوم في العراق؟ شكرا جزيلا لجنابك وللميادين لإتاحة هذه الفرصة، ويحيي شعب العراق العظيم بكل تكويناته، بكل جزئياته، بكل شرائحه. أريد أن أقول بأن ما يحدث الآن يعتبر أو يشكل محطة عظيمة، بل ربما تكون أعظم محطة في تاريخ العراق من حيث الفعل الشعبي الجماهيري العراقي على مدى التاريخ كله. هذه الحركة، هذه الاحتجاجات كانت ضد الفساد تماما، انبثقت ضد الفساد، وهي مطالب سلمية مشروعة، لكن بالتأكيد حدثت خروقات معينة. وبيان المرجعية اليوم كان واضحا تماما عندما أشار إلى شرعية ومشروعية المظاهرات، وأشار أيضا إلى ردود الأفعال وإلى وجود قوى خارجية وداخلية تحاول إحداث وربما أحدثت
خروقات أو اختراقات، وهو ما يطلق عليه بعمل المندسين. المطالب الشعبية واضحة جدا وهي ضد الفساد، ولكن هناك نقاط مهمة جدا جدا أريد بيانها كي يكون الشباب على بينة، بأن الخيار السلمي هو الخيار الوحيد، الخيار الديمقراطي لنيل الحقوق. أي عملية أو محاولة اقتحام للمنطقة الخضراء أو عملية اعتصام بالقوة أو فرض إضراب بالقوة أو قطع الطرقات بالقوة ستكون لها هذه الخيارات نتائج ومؤديات كارثية تؤدي إلى إلحاق دمار في العراق وإلى بحور من الدماء. وعندما يحدث هذا لن تبقى في المنطقة منطقة أخرى أو دولة أخرى مستقرة على الإطلاق إذا ما اهتزت وحدة العراق وأمن العراق. إذن لابد من الالتزام بالوسائل السلمية الديمقراطية. مطالب الشعب كلها معروفة. أنا شخصيا بناء على قراءاتي لمطالب الشعب خلال الشهر الماضي أجريت 3 استطلاعات على الصفحة في الفيسبوك حول أولا تغيير النظام الرئاسي، وكانت النتيجة هي 97% من 70,300 مصوت، وهذا الرقم هو بالفيسبوك غير قابل للشك. ثم أجريت استطلاعا آخر حول إلغاء مجالس المحافظات، وكان عدد المشاركين 33,100 مشارك، 33,100 بالرغم من صعوبات الانترنت، ونسبة التصويت كانت 99%. هذا هو رأي الشارع. ثم أجرينا استفتاء آخر وهو ذو علاقة مباشرة بالقضايا الفساد حول النفط المصدر من قبل إقليم كردستان، وطالبنا الحكومة بأن تسيطر قانونيا على هذا المورد الضخم حوالي 10 مليارات دولار، وهي ما يعادل ميزانية سوريا وأكثر ربما من ميزانية الأردن، وكانت نسبة الاستجابة 97% من 38,000 وكذا و300 مشارك. إذا كنا نفهم إرادة الشارع ماذا يريدون. الاستطلاع الأول حول تحويل النظام إلى رئاسي، هذا الاستطلاع الأول الذي أجريته فقط لأكون متأكد من هذه المعلومة التي استمعت منك، هو كان استطلاع حول تحويل النظام الأول كان من نظام برلماني حكومي إلى نظام رئاسي؟ نعم نعم بالضبط، هو كان هذا، وهذا الموجود يعني معالجة الدستور، تؤيدون هل تؤيدون تعديل الدستور أو إلغائه قانونيا وإعادة كتابته وإقامة نظام رئاسي وإلغاء مجالس المحافظات؟ كانت نسبة تصويت 7 والاستجابة بنعم 97% من أصل 70,000، وأعطينا هذه الرسالة وهذا التصويت إلى البرلمان وإلى الحكومة وإلى الشعب، ولا زال على الصفحة، وهذا كله تعزيز لإرادة الجماهير. وطبعا لو كان انترنت موجود، لو كان فسحة الانترنت ما في تضييق عليها وتوقف، أحد الاستطلاعات قطعوا الانترنت بعد 3 ساعات أو 4، كان يمكن نحصل مئات آلاف الأصوات، وهذا مشجع لإرادة الشعب. لكن أقول لشعبنا لأحبائنا لشبابنا، أهم شيء الممارسة الديمقراطية. اليوم بيان المرجعية، رسالة المرجعية كانت عظيمة، كانت تقول مطالب الشباب، طيب، مطالب المتظاهرين حق مشروع. اسمح لي قبل أن نتحدث عن هذه الرسالة أن نستمع إلى ما قاله ممثل المرجع السيد السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وأناقش أنا وأنت نقطة بنقطة ما قاله السيد عبد المهدي الكربلائي عندما تلا هذا البيان للمرجعية. وهذا البيان الذي كان منتظر هنا في العراق، هناك مواقف هامة تم الحديث عنها مشاهدينا. نبدأ بالموقف الأول الذي تلاه الشيخ عبد المهدي الكربلائي. نذكر هذه الرسالة، هذا البيان كان للمرجعية الدينية هنا في العراق. شيخ عبد المهدي الكربلائي قال أن أمام القوى السياسية فرصة للاستجابة لمطالب المتظاهرين وفق خارطة طريق تنفذ في مدة زمنية محددة. إن أمام القوى السياسية
الممسكة بزمام السلطة فرصة فريدة للاستجابة لمطالب المواطنين وفق خارطة طريق يتفق عليها تنفذ في مدة زمنية محددة فتضع حداً لحقبة طويلة من الفساد والمحاصصة المقيتة وغياب العدالة الاجتماعية ولا يجوز مزيد المماطلة والتسويف ولا يجوز مزيد المماطلة والتسويف في هذا المجال لما فيه من مخاطر كبيرة تحيط بالبلاد. إذن مشاهدينا كما استمعنا كما قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في وهو ممثل مرجع السيد السيستاني المرجعية الدينية هنا في العراق بأن هناك فرصة اليوم أمام القوى السياسية لتنفيذ مطالب المتظاهرين ولكن طالب بمدة زمنية محددة وعدم التسويف وعدم المماطلة. إذن سيادة الفريق وفيق السام الرائي، هل ستتمكن برأيك القوى السياسية من التقاط هذه الفرصة التي تحدثت عنها المرجعية الدينية في العراق وتنفيذ ما يطالب به المتظاهرون اليوم في عدة ساحات في العراق؟ نعم، أنا أتحدث عن الحكومة وأتحدث عن البرلمان وعن الرئاسات وعن القضاء. هنالك نقاط جوهرية أريد أنا أن أسهل أطرح تساؤل بسيط: أين ذهبت داعش؟ داعش حتى الآن لم تقم بأي عملية مخلة بالأمن منذ بدأت العمليات، والحمد لله هذا مؤشر ممتاز على قوة أجهزة الأمن، ولكن ألا يعطي نوعا من الشك من نظرية المؤامرة بأن أهل الدواعش الأصليين أوعزوا لها وقالوا لها لا تتدخلي، اتركيهم بينهم عسى أن تشتعل نار حرب أهلية في العراق؟ فإذا ماذا ممكن إعطاء وضروري إعطاء وقت مناسب، فرصة مناسبة محددة للحكومة والبرلمان ليضعوا التنفيذ المطالب والإصلاحات موضع التنفيذ، ونحن نتحدث عن أسابيع وليس شهورا. عندما تعطى الحكومة هذه الفرصة وتكون ملزمة بإجراء التغييرات ووضعها موضع التنفيذ نكون حققنا عملية عبور مهمة. أما إذا طالبنا الآن بإقالة الحكومة وهي عملية بسيطة للغاية، ممكن أن تستقيل الحكومة اليوم ليلا أو تقال، ولكن ستصبح حكومة تصريف أعمال، وسيقول رئيس الوزراء بأنه ليس مخولا باتخاذ إجراءات استثنائية، وسيكون تشكيل حكومة جديدة أمرا عسيرا للغاية. كما أن التدخلات الخارجية لا يمكن أن تؤدي نتائج إيجابية. طبعا كل عملية الفساد الحالي أسست بعد إسقاط النظام مباشرة، حتى ما قيل عن وزراء التكنوقراط اتهموا بعمليات فساد، بعضهم عمليات فساد كبيرة. وعندما نسمع ترامب يتحدث بأن العراق لديه حوالي 15 تريليون، ما قيمته 15 تريليون دولار من النفط، ويجب أن تأخذ أمريكا كما نشر في بعض المواقع أو مقاطع الفيديو تأخذ 1500 مليار، يعني 1.5 تريليون دولار. يعني الرجل هو يقول علنا أنه يحب النفط أكثر من عندنا إحنا، وهكذا من هذه الأشياء. سيادة الفريق، أنا الآن على العراق قبل قليل ذكرت نقطة هامة في جوابك، ولكن أنا تجنبت مقاطعتك لأنه هناك يعني فوارق في موضوع الصوت. ذكرت نقطة هامة في مطلع جوابك عندما تحدثت عن داعش، أين هم داعش، وقلت أنه هناك على ما يبدو مخطط كما أفهم منك بأنه هناك من طلب من داعش أن تجلس الآن جانبا لكي يكون هناك حرب أهلية في العراق. من هو الذي طلب من داعش ذلك؟ يعني لو كنت أعرف بالتحديد وكان قلت من هو على الأقل، يعني لابد أن نقول يقولون هاتوا برهانكم، أتوا بأدلتكم، لكن هو من الذي صنع داعش؟ أين صنعت داعش؟ أنا أقول بشكل واضح علني، داعش هي من مفاقس مراكز التكفير في جزيرة العرب،
وهي امتداد للقاعدة التي فقست أيضا وفقس إرهابيوها في جزيرة العرب، في مراكز التكفير لجزيرة العرب. هذه صورة واضحة. ليش أنا بيوتي دمرت في سامراء؟ كان الإرهابيون قادمين من رمال جزيرة العرب، وهم الذين أعطوا الأمر بتدميرها وحاولوا قتلنا. ما نزلوا من المريخ، ما جو من السماء، جو من العرب، من جزيرة العرب، من الرمال، من وسط جزيرة العرب. من الذي أعطاهم الأمر؟ من الذي أوقفهم؟ تعرف جنابك أبو عوف سيد عبد الرحمن، هذا اتهام كبير جدا على الحكومة أن تظهر أدلتها وأن ترد، أن ترد على مراكز التكفير أيضا. لا أقول ردوا عليهم عسكريا، هذا مخالف للقواعد والأصول، لكن ردوا عليهم دبلوماسيا، ردوا عليهم إعلاميا، ردوا عليهم سياسيا، ردوا عليهم. لا تخافون، لا تخافون، لا تخافون، هذه مرحلة حساسة جدا، ردوا وفقا لمعلوماتكم. أما شبابنا فهؤلاء فتية، فتية العراق، هؤلاء هم الذين دافعوا عن العراق، هؤلاء هم الذين حموا العراق، هؤلاء هم الذين سيجتثون الفساد اجتثاثا بالتعاون إن شاء الله مع الحكومة ومع الرئاسات. والآن نشاهد القضاء يتخذ قرارات قيادية شجاعة جدا ستؤثر تأثيرا مباشرا في حالة الاستقرار وستدحر الفاسدين. مطلوب مهلة زمنية. سنتحدث عن هذه الإجراءات سيادة الفريق، ولكن أريد أن أبقى في كلمة السيد السيستاني، والذي حذر اليوم في البيان الذي تلاه ممثل المرجعية الدينية من استغلال قوى داخلية أو خارجية أيضا بعض الاضطرابات في العراق. مشاهدينا، إذن السيد عبد المهدي الكربلائي حذر من استغلال الاضطرابات من جانب قوى داخلية وخارجية تسعى إلى الإضرار بالعراق. إن هناك أطرافا وجهات داخلية وخارجية كان لها في العقود الماضية دور بارز فيما أصاب العراق من أذى بالغ، وتعرض له العراقيون من قمع وتنكيل، وهي قد تسعى اليوم لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية لتحقيق بعض أهدافها. فينبغي للمشاركين في الاحتجاجات وغيرهم أن يكونوا على حذر كبير من استغلال هذه الأطراف والجهات لأي ثغرة يمكن من خلالها اختراق جمعهم وتغيير مسار الحركة الإصلاحية. إذن مشاهدينا، هو تحذير من قبل المرجعية الدينية من قوى داخلية وخارجية كما ذكر الشيخ عبد المهدي الكربلائي من تستغل الاضطرابات وتحرف مسار هذه التظاهرات عن مسارها. سيادة فريق وفيق السامرائي، يعني أي رسالة أرادت المرجعية توجيهها من خلال هذا الكلام؟ وهل هناك إمكانية لمعرفة من تقصد عندما تتحدث عن قوى داخلية وخارجية قمعت العراقيين خلال سنوات، اليوم تحاول أن تحرف هذه التظاهرات عن مسارها لتحقيق مآربها أو ما تريده من خلال حرف هذه التظاهرات عن مسارها؟ بالدغري، من قلت السوريين اللبنانيين، بالدغري، بالمباشر، بالواضح، رسالة المرجعية اليوم كانت أوضح رسالة بعد رسالة الجهاد الكفائي عندما تطلب دحر الدواعش. رسالة كلش واضحة، ويتحدث عن أشخاص من الداخل وأشخاص من الخارج وقمعوا العراقيين، آذوا العراقيين. طبعا العراقيين تم إيذائهم بشكل كبير من دول مختلفة في المناطق، في الدول الإقليم بشكل مباشر. حتى عندما نلاحظ الآن
بالمناسبة كل المستمعين، كل المشاهدين الكرام لا يتصورون بأنني أنا لدي دفاع عن إيران أو غير إيران ولا عن السعودية ولا غير السعودية. لو كنت على علاقة قوية أو علاقة مع الإيرانيين كنت الآن بأرفع المناصب في بغداد، ولكنت على علاقة مع دول الخليج وسط وجنوب الخليج والخليج لأصبحت مليونيرا أيضا بأموالهم. أنا أحب العراق، شعب العراق، الإنسانية. الاتهام واضح، من هم؟ من الذي دفع الدواعش؟ الدواعش القاعدة عندما جاءوا إلى العراق ما جاءوا بألف وألفين وخمسة آلاف وعشرة آلاف، مليارات الدولارات، عشرات مليارات الدولارات صرفوا. أنا قلت مرة إلى دول الخليج، طبعا بعض دول الخليج وليس جميعا، من بغداد في سنة 2005 بالاضطرابات أيضا والقاعدة، قلت لهم زرعتم زرعا، ما أدري فد عبارة، فاشلا سيئا كذا، مع بعض السياسيين تدخلوا كثيرا بالعملية السياسية، تدخلوا كثيرا في ساحات الاعتصام، تدخلوا كثيرا في إعلام بإعلامهم، كان إعلاما في وقت داعش مدمرا، وجابهناه بالمناسبة وتمدحرهم. ولكن أستاذ عبد الرحمن هنالك نقطة مهمة جدا بخطاب المرجعية، كانت تقول اليوم لشبابنا هؤلاء المتظاهرون الشجعان، تقول لهم لا تمسوا سمعة الذين دافعوا عنكم، يقصدون الحشد والجيش والشرطة والمكافحة، هؤلاء الذين حموا العراق، الذين ضحوا بآلاف الشهداء وعشرات وأنت تستبق آلاف الأمور، لأنه هذه أيضا سنستمع إليها هذه النقطة الآن سيادة الفريق، لأنه نعم هذا ما سنستمع إليه الآن أيضا من كلام المرجعية. نعم، لولا الحشد، لولا الجيش، لولا المكافحة، لولا الشرطية، الشرطة المركزية، نعم لما بقي العراق، وبالحقيقة كان ما بقى استقرار المنطقة. لكن أقول لهم للمعنيين داخل العراق، يعني الذين لديهم علاقة بالخطوط الخلفية، وأنا دائما أقول 99% من شبابنا المتظاهرين وطنيين أو أكثر، 99% نقطة وتسعة بالعشرة هؤلاء خرجوا نتيجة المعاناة. أنا مثلهم، أنا أكثر نقمة على الفشل النظام السياسي، وأريد تغيير النظام، ولكن أريده بطريقة ديمقراطية سلمية، والنتائج كلها تدل بأن عملية التغيير الديمقراطي ممكنة. لا يمكن التسويف، لا يمكن التأخير أبدا قطعا، ولا أحد يستطيع أن تكون إرادته أقوى من إرادة الشعب العراقي نهائيا. المطلوب هو التماسك، عدم قطع الطرقات، الابتعاد عن الاعتصام بالقوة، الابتعاد عن المنطقة الخضراء، اتركوها، هذه منطقة حساسة فيها مؤسسات وسفارات وأجهزة الدولة المهمة، لا يجوز اقتحام هذا المكان إطلاقا، لأن ستكون النتائج كارثية. وجودكم السلمي في ساحة التحرير في الأماكن المقررة سيعطيكم قوة زخم عالمية كبيرة وقوة زخم وطنية. بالمناسبة كل الذين يطالبون بتدخل أممي، أذكرهم عندما تدخلت الأمم المتحدة في 2004، أنا كنت حاضر جزء من اللقاءات، وجاء الأخضر الإبراهيمي إلى بغداد وتحدثنا معه، وماذا أنتجت غير الفشل وحكومة المحاصصة التي قادت البلد إلى ما قادت عليه الآن، لأن أي تدخل أممي سيكون فاشلاً. ما نحتاج، العراق لا يحتاج إلى تدخل أممي، لا زال الشعب واعي، ودائما الشعب واعي، وقوات المسلحة لا زالت قوية ومتماسكة، وهذه العمليات الفردية المؤسفة التي تحصل، استخدام العنف من أي طرف مرفوض، سواء كان من قبل القوات المسلحة أو كان من قبل المتظاهرين أو من قبل أي طرف، هو مرفوض. يقولون لي من قنص، من قتل المتظاهرين؟ أقول لهم تريدون إثارة فتنة؟ ليش أنا شنو قاضي محقق عن جهة تحقيق؟ يعني تريدون أقول لكم، تريدون أقول لكم الصداميين؟ ما عندي دليل. تريدون أقول لكم البعثيين؟ ما عندي يعني دليل. تريدوني أقول لكم
الحشد، لا مو الحشد، الحشد بحد الآن لم يتدخل، هو أعلن رسميا بأنه لم يتدخل. تريدوني أقول لكم الدولة أليف والدولة باء؟ هذا لا يخدم الأمن الوطني. نعم الدماء زكية ويجب أن يحاسب القتلة سواء كانوا من الجيش أو من الشرطة أو خارجين أو متآمرين أو من أي طرف، ومن المتظاهرين يجب أن يحاسبوا عن كل عملية قتل حدثت بدون استثناء. لكن مع الإشارة سيادة الفريق لأنه يعني القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت أن هناك طرف ثالث وأن هناك قوى منحرفة تحاول الاعتداء على المتظاهرين وعلى القوى الأمنية، ربما نتحدث فيها أكثر في هذه الحلقة الأولى من برنامج من العراق. لكن قبل ذلك، بما أنك ذكرت تضحيات القوات الأمنية والحشد الشعبي وأيضا الشرطة العراقية، نستمع إلى ما قاله أيضا الشيخ عبد المهدي الكربلائي عندما تلا بيان المرجعية الدينية في العراق، حيث دعا إلى عدم نسيان فضل من حارب داعش ودافع عن العراق أرضا وشعبا. إن أعزتنا في القوات المسلحة ومن التحق بهم في محاربة الإرهاب الداعشي والدفاع عن العراق شعباً وأرضاً ومقدسات لهم فضل كبير على الجميع، ولا سيما من هم مرابطون إلى اليوم على الحدود وما يتبعها من المواقع الحساسة، فلا ينبغي أن ننسى فضلهم، ولا يجوز أن يبلغ مسامعهم أي كلمة تنتقص من قدر تضحياتهم الجسيمة. بل إذا كان يتيسر اليوم إقامة المظاهرات والاعتصامات السلمية بعيداً عن أذى الإرهابيين، فإنما هو بفضل أولئك الرجال الأبطال، فلهم كل الاحترام والتقدير. إذن مشاهدينا، هذا كان موقف المرجعية من القوات الأمنية العراقية وأيضا من ما سمتها المرجعية من التحق بهم للدفاع عن أرض العراق وشعب العراق. سيادة الفريق وفيق السامراء، عندما تتحدث المرجعية وتقول أنه يجب أن لا يصل إلى مسامع القوات الأمنية ومن التحق بهم أي شيء ينتقص من تضحياتهم، هل هذا يعني بأن المرجعية لديها معطيات ومعلومات أن هناك من يحاول إلى ضرب هذه الصورة، صورة القوات الأمنية والقوات التي التحقت بها ودافعت كما تقول المرجعية عن أرض وشعب العراق؟ نعم، هي ليس فقط كما تقول المرجعية المحترمة، لكنهم فعلا هم الذين حموا العراق. أنا كنت على تواصل دقيق جدا ساعة بساعة مع القوات والأجهزة الأمنية، يعني مع الحشد، مع الجيش، مع الشرطة، مع المكافحة، طيلة الحرب على داعش. وكان موقفها ليس مشرفا فقط، هم الذين حموا العراق. وعندما تقول المرجعية بأنه لا يجوز يعني الإساءة إليهم حتى بما يعني همسا بأي إشارة تصل إليهم، فهذا وفاء عظيم وتقييم عظيم من قبل المرجعية للقوات المسلحة العراقية. طبعا واضح عندما تقول المرجعية أيضا، وأعتقد غير المرجعية من السابق قالوا بأن هناك خطوط خفية لم يكن المتظاهرون الشباب على علم بها. هذه الخطوط الخلفية هم الذين يعطون الآن توجيهات مختلفة من خلال الإنترنت، ولو أنا أدعو الحكومة إلى فتح الإنترنت تماما، خلوا الناس قاعدين ببيوتهم ويشوفون الإنترنت، خلي القاعدين ببيوتهم يشوفون، حتى الشباب اللي طالعين بالساحات خلي يشوفون الإنترنت، خلي يشوفون الأصوات المختلفة، خلي يسمعون الأصوات الإيجابية، افتحوا للإنترنت، لا تخافون من الإنترنت. فعملية الدفاع عن القوات المسلحة، عن سمعة القوات المسلحة، عملية مهمة جدا، وخصوصا عندما تنطلق من المرجعية. ولكن كل الشباب، معظم الشباب المتظاهرين، معظمهم أما آباؤهم أما أخوانهم، هم كانوا مشاركين تماما بعملية التصدي العظيم للقاعدة وللدواعش، أهلهم أو هم الذين دحروا الدواعش. ولكن للأسف الشديد شدة المعاناة المالية
يعني وظائف قليلة، هنالك فروق كبيرة في المستوى المعيشي بين طبقة من السياسيين، سياسيي الصدفة وسياسي السوء، وحتى السياسيين من خارج نطاق السوء والصدفة، هنالك في التفاوت كبير بالمستوى المعيشي بين الناس، رغم وجود موظفين كثيرين، رغم وجود رعاية، ولكن مطلوب نهضة اقتصادية كبيرة. مطلوب، قلت لكم ذيك النوبة، هاي العشر مليارات دولار اضربوها في سنتين تصير 20 مليون دولار، اخذوها من نفط الشمال، طلعوها من البنك المركزي 20 مليار، ووزعوها على الفقراء والكادحين في كل العراق بما في ذلك الشعب الكردي العزيز، وستشمل كل عائلة منها آلاف الدولارات خلال سنة واحدة أو سنتين، ورفه عنهم أولا حتى تضمنوا، وبعدين عودينا لما تسترجعون الأموال من كردستان أو للصادرات الجديدة ضيفوها إلى البنك المركزي، عندكم بالبنك المركزي ما أدري 80 مليار أو أكثر، هذه بركة كبيرة، وانطوا للعالم، رفه العالم، هذه ليست رشوة. هنالك من يقول ما خرج المتظاهرون من أجل المال، لا، ليش؟ لا، نتيجة معاناة. هنالك من يقول نحن نريد وطن، هو من يستطيع يسلب الوطن من قاعدة الوطن العظيمة؟ يعني المتظاهرون هم قاعدة الوطن العظيمة، هم الذين حموا العراق، أهلهم هم الذين حموا العراق. فقط من البصرة أكثر، حسب معلوماتي، أكثر من 50 ألف مقاتل في الحشد الشعبي، هؤلاء هم الذين تصدوا، وكذلك الناصرية وكذلك الإعمار، هذا مثلث الخير، أعطوا المال، أعطوا النفط، أعطوا الشباب، قدموا التضحيات، ثم كل العراق وصولا إلى بغداد، إلى مدينة الصدر العظيمة، إلى الشعلة، إلى الحرية، إلى الطوبشي، صعودا إلى المناطق شمال بغداد في سامراء وصلاح الدين والموصل والأنبار وغيرها وحديثة، انتشرت عملية الدفاع انطلاقا من أرض الحنة. أرض الحناء ما يندلها خلي يعرفها، هي في منطقة الفاو، جنوب الفاو، من هناك خرجت جموع الحشد الشعبي البطل ليعزز القوات المسلحة التي كانت تمر في مرحلة عصيبة جدا. هؤلاء هم، أعطوهم من هاي المليارات اللي عندكم بالبنك المركزي، ما راح تأثر عليكم، فورا أطلقوا 10 مليارات 20 مليار دولار واخذوها من صادرات النفط اللي مدى تقدرون لحد الآن تلزمون رئاسة أو إدارة الإقليم بتسليمها لكم، تكلموا معهم قانونيا وليس عن طريق تقدمون شكوى بعد كذا، وتحتاج إلى أدلة ويحتاج قرارات قانونية. طيب، ما سيادة الفريق ثورية، لكن هو ما يمنع تكون قرارات. نعم، أريد أن أختم هذا المحور لو سمحت سيادة الفريق، استنادا لما تفضلت به، أريد أن أختم هذا المحور حول بيان المرجعية الدينية اليوم في العراق، لأنك ذكرت أنه أهم بيان بعد بيان الجهاد الكفائي عندما ظهرت داعش هنا في العراق وهددت المدن العراقية، وأيضا في البيان حديث عن الإصلاحات بمدة زمنية واعتماد السلمية، دافع عن القوى الأمنية والقوى التي ساندت هذه القوى في الدفاع عن أرض وشعب العراق. هل يمكن القول بأن ما بعد هذا البيان الذي أنت ذكرت أنه كان أهم بيان بعد بيان الجهاد الكفائي، أن هذا ما بعد هذا البيان ليس كما قبله هنا في العراق؟ نعم، طبعا المفروض يكون هناك تفاعل إيجابي من قبل الحكومة والبرلمان والرئاسات كلها، ومن قبل الشباب المتظاهرين أيضا، لابد أن يكون هناك احترام كبير لهذا البيان الرائع. وهنا المرجعية وضعت نفسها حكما بين الأطراف المختلفة، أي إذا تلكأت الحكومة عن تنفيذ المطالب سوف تقوم الحجة عليها، وأول من يقيم الحجة عليها أنا، يعني أنا انتقدت الحكومات كاملة، لم أترك واحدة منها إلا وانتقدت، إلى درجة أصابهم أحيانا بالحكومات، قسم من الحكومات، قسم من السياسيين، قسم من الفاسدين، أصابهم الجنون وحاولوا محاربتي بشتى الأشكال. لكن إذا الحكومة تلكأت، إذا تأخرت، سوف نطرق ذلك علنا بوضوح على مسامع وأعين الشعب أيضا،
ونحن نتحدث معهم، لكني ألمس للأمانة، ألمس توجها جديا من قبل الحكومة، من قبل البرلمان، ألمس نشاطا قويا في القضاء الشجاع العادل. الآن أصبحوا الفاسدين مثل ما يقول مثل عراقي في قمع جوزة، مثل حبات الرمل، مثل ذرات الرمل أمام قرارات القضاء الشجاعة برفع الحصانة والتحقيق مباشرة. بالمناسبة قلت مرارا لا حصانة إلا للأطفال، طفل مخلوق مقدس بريء، خلاف ذلك لا امرأة ولا رجل ولا 90 ولا 72 سنة بقد عمري، ولا قائد ولا وزير ولا رئيس ولا أبدا، لا حصانة لأحد. نعم إلا سيادة الفريق، والآن القضاء يعني سنكمل، يعني اسمح لي لكن مضطرون نتوقف مع فاصل قصير، سنتحدث بعده عن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة والإصلاحات، الحراك السياسي الذي تلا هذه التظاهرات، وماذا في خلفيات أيضا بعض التصريحات من قبل دول خارجية، وكيف يمكن حماية العراق من أي تدخلات خارجية. بعد فاصل قصير مشاهدينا نتابع بعده من العراق، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين إلى الحلقة الأولى من برنامج من العراق الذي نقدمه إليكم مباشرة من العاصمة العراقية بغداد، ونواكب من خلاله التطورات في العراق، إن كان على مستوى التظاهرات والاحتجاجات المطلبية أو على مستوى أيضا الحراك السياسي الذي يشهده العراق والإجراءات التي تقوم بها الحكومة. نعود ونرحب بضيفنا من العاصمة البريطانية لندن الخبير الاستراتيجي والعسكري سيادة فريق أول وفيق السامرائي. أهلا بك مجددا سيادة الفريق. يعني بعد خروج التظاهرات المطلبية هنا في العراق كان هناك حراك سياسي من قبل مختلف القوى السياسية، كان هناك أيضا تبادل للرسائل من قبل مجموعة من القوى السياسية. برأيك هل تمكنت هذه القوى السياسية في العراق من مواكبة هذا التحرك، وطرحت خاصة في ظل ما تطرحه أيضا الحكومة اليوم من إصلاحات، هل تمكنت من يعني الوصول إلى ما يطالب به أو مجاراة ما يطالب به المتظاهرون اليوم في الساحة العراقية؟ والله يا أخي بالنسبة للكتل السياسية، بالنسبة للسياسيين، بالنسبة لإخواننا السياسيين، والله أنا يعني أشعر بإحباط كبير. شو القضية؟ مدى أفهم ماذا حدث؟ أين أنتم؟ هل أنتم مختفون؟ لماذا لا تظهرون في وسائل الإعلام؟ لماذا لم تكونون في حالة تكونوا في حالة اجتماع دائم؟ لماذا لم تفترشوا الأرض في دوائركم؟ لماذا لم تظهروا إلى الجماهير؟ اطلعوا للجماهير احكوا وياهم، لا تديرون بال، لا تخافون، ما راح يذوكم، هؤلاء أبنائكم، هؤلاء إخوانكم، اخرجوا إليهم. حتى اللي لا سمح الله إذا أحد اعتدي عليهم، ما أعتقد راح يعتدون على أحد الشباب، لكن لم أشاهد تفاعلا إيجابيا من قبل الكتل السياسية يكاد أن أقول بالمطلق. طبعا بعد ما صدرنا احنا الاستفتاء حول التصويت، قسم من الكتل السياسية الله يبارك بها أيدوا وقالوا بأن ضروري ننتقل إلى النظام الرئاسي، طبعا قسم قبل الحقيقة سبقوني في المرحلة الأخيرة، لكن أنا من سنين أطالبهم بالنظام الرئاسي، أقول لهم لا تخافوا، انتهى صدام، لا تخافون من صدام، انتهت الدكتاتورية، لا تستطيع الدكتاتورية إطلاقا أن تعود، نريد انتخاب من قبل الشعب، أن لا يكون رئيس الوزراء، أن لا يكون رئيس الدولة، أن لا يكون تكون الرئاسات أسيرة الاتفاقات السياسية، لا نريد اتفاقات سياسية، لا نريد مساومات، لا نريد محاصصة. ماذا استفدنا؟ أنا من منطقة يقولون بالتوصيفات من منطقة فيها نسبة كبيرة أو غالبية من السنة مثلا، ماذا استفاد السنة من السياسيين، من الوزراء السنة، من النواب السنة، من الرئاسات السنية، ماذا استفادنا منها؟ المنطقة خراب، روح شوف مدننا هاي سامراء، المدينة المقدسة الحلوة الجميلة قبل 1000 وكسور سنة كانت عاصمة، روح شوفها شلون منطقة مدمرة تدمير شامل من الناحية العمرانية والتطور الحضاري، حالها حال العمارة الحبيبة. طبعا العمارة حبيبة على قلبي جدا، لأن أمي الله يرحمها توفت هناك، كانت راجعة من الحج.
وأحب أهلها أيضا حبا عظيما للعمارة، وكذلك مناطق أخرى. أذهب إلى مدينة الصدر وشاهد حالة البؤس، هذه معين العراق الشبابي العظيم، مدينة الصدر كم شهيد، كم ألف شهيد، كم 10,000 شهيد أعطت في مسيرة العراق في التصدي للداعش. هذا كله يحتاج إلى قرارات ثورية، ثورية يعني مو انقلابية. طيب هناك قرارات سيادة الفريق تم اتخاذها من قبل الحكومة، يعني رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ترأس مجموعة من الاجتماعات مؤخرا، إن كان على مستوى الحكومة تحدث عن موازنة 2020، هو قال أيضا أن التظاهرات الحالية صحيحة وتمضي بالاتجاه الصحيح وأنها أسهمت في تمرير مشاريع القوانين المؤجلة بسرعة، وتحدث عن مشاريع متلكئة وأنها تخسر الدولة فيها خسائر بمليارات الدولارات. هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة برأيك هل سترضي المتظاهرين، وهل هو ما يؤمل يعني يأمله اليوم الشعب العراقي؟ الحقيقة قرارات مهمة، أنا تابعت القرارات وقلت هنالك جدية واضحة من رئاسة الحكومة، والأفضل أن تعطى الفرصة المناسبة ولكن بالأسابيع لوضعها موضع التنفيذ. يعني ألغوا، مع احتراماتي لشبابنا أعضاء البرلمان وكلهم أخواننا ورفاقنا وأصدقائنا، الغوا هاي قصة الحمايات، مخصصات الحمايات أو قللوها، الغوا امتيازات الدولة، الغوا كل المخصصات الاستثنائية، قوموا بخطوات تنفيذية كما قلت، أعطوهم فلوس، أعطوا للشعب، أعطوا للفقراء، اتخذوا قرارات حقيقية حول نفط كردستان. أنا ما شايف بالعالم ولا سمعان بالعالم بأن يصدرون نفط، مرة يقولون 650 ألف برميل، مرة يقولون 500 ألف برميل يوميا، لا أعرف كم، ولا تسيطر عليه الدولة. أنا لم أسمع ولم أقرأ ولم أتصور ذلك إطلاقا. وطبعا بالمناسبة هذا أنا لا أقصد الإساءة أو التحريض، لا سمح الله، على الإدارة في إقليم كردستان، ولكن ولذلك أقول أعطوها حتى إلى الشعب. الشعب الكردي يراسلونني باستمرار على الصفحة ويقولون يا أستاذ، يا عمنا، يا أخونا، يا سيدنا، يا كذا، إحنا صار شهرين، صار 3 شهور ما ماخذين رواتب، معاناة حقيقية موجودة، فوارق طبقية كبيرة. إذا أردتم أن تهدئوا الشارع فعلا عززوا هذه القرارات بتنفيذ، كونوا بحالة اجتماع. نعم الآن مجلس الأمن الوطني، رئاسة الوزراء أعجبوني تماما في هذا الجانب عندما أصبحوا باجتماعات شبه دائمة. نعم هذه خطوة مهمة من قبل الحكومة. وبالمناسبة ما عندي حد شوية الحكومة، أنا ولا مهتم ويا حكومة ولا غير حكومة، أنا يهمني الفقراء، يهمني الكادحين، يهمني الشعب، يهمني الإنسانية. أما يا أستاذ عبد الرحمن، شوف، أنا أسمع أشياء عن الموقف الدولي، عن الموقف الإقليمي، والله ما دمر العراق، دمر نعم. مع الأسف كان عندي كتاب قبل السقوط اسمه حطام البوابة الشرقية، وكنت ومرة كتبت مقال في الشرق الأوسط لما كنت أكتب وياهم، بعدين شفت ما مناسب، جريدة محترمة هي وكانوا يحترمون آرائي. قلت لهم قبل السقوط ستبكون دما على العراق، هذا نص موجود، ستبكون دما على العراق إذا لم يجري التغيير بطريقة مناسبة. لكن للأسف تدخلوا تدخلا سيئا، تدخلا سلبيا، حتى في حرب داعش الآن يدفعون قسم من الشباب إيران برا برا، إيران برا برا، أوكي إيران برا برا، هم قاعدين بحدودهم الإيرانيين، بس هاي هي زين. وهذا التدخل من الخليج، هذا التدخل هذا مو برا، هذا ها مو، الشباب ما يقصدون شيئا. أنا أحترم شعارات الشباب، أحترم تطلعاتهم، أحترم معاناتهم، أقول لهم شوفوا شبابنا، واللي خلقكم إحنا نعاني مثلكم، والله نعاني مثلكم، والله نكدح مثلكم، والله نحبكم، والله نقدسكم، والله لولاكم ما كتبت حرفا واحدا، اللهم إلا ذا انتقاما ممن يستحق الانتقام. هاي هم أخفيها، يعني أنا أكتب دفاعا عن الفقراء، دفاعا عن الكادحين، محبتي للإنسانية، حرصي على الأمن العالمي، وأيضا انتقاما ممن يستحق الانتقام. ولكن نقول للحكومة، وأقول للحكومة اسمعوا يا حكومة المركز، الحكومة المركزية مع شديد احتراماتي، والله لو أي دولة آخر
تدخل فيها الآخرون كما حصل في العراق لردت عليهم ردا إعلاميا على الأقل إعلام وتوضيح، طلع الأوراق اكشفوها شو تسوون بها، بعدين عود تكشفون كانت الدولة أليفة الإقليمية والدولة باء الإقليمية والمجموعة التكفيرية الفلانية. بما أنك سيادة الفريق اسمح لي هنا لأن الوقت بدأ يداهمنا، بما أنك تذكر الدول الإقليمية ودول خارجية اسمح لي أيضا أن نعرج هنا على تصريح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل يومين، حيث يقول حرفيا أن بلاده تساند الاحتجاجات العراقية واللبنانية ضد ما سماها الهيمنة الإيرانية. لماذا برأيك هذا الكلام الأمريكي الآن حول هذه التظاهرات ووضعها في هذه الخانة بأنها ضد الهيمنة الإيرانية وأيضا الربط ما بين لبنان والعراق في هذه الاحتجاجات؟ والله يا أخي هم الأمريكان هم حيرونا طبعا. أنا قلت له يعني وجهت رسالة ما أدري البارحة أو كذا لكن مع الأسف الإنترنت ضعيف، قلت الرئيس الأمريكي كفى رقصا ما أدري فد عبارة على أنين الضحايا، على أنين الضحايا كفى رقصا على أنين، أنتم ضد إيران وعدكم مصالح مع إيران وعدكم مرونة مع إيران ولن تطلقوا طلقة واحدة على إيران لا الآن ولا في المستقبل. إذا كان لديكم، وقلت الخليجيين إذا قسمنا الخليج أقصد جنوب الخليج وسط جنوب الخليج، إذا عندكم مشكلة مع إيران عندكم حدود مفتوحة، عندكم بحر مفتوح، عندكم خليج. أنا بالمناسبة ما أسميه، يقول ليش ما تسميه الخليج العربي؟ قلت والله لو كان الخليج عراقيا لسميته الخليج العراقي، أما أن يختلف الفرس والعرب على التسمية هذا شيء لا يعنينا، فليسمي كل بما يريد. قلت لهم إذا عندكم مشكلة مع الإيرانيين تفضلوا الحدود مفتوحة، ولكنهم يا عمي ما يصدقون، يا عمي مراكب التواصل بينهم عبر الخليج مستمرة، المفاوضات مستمرة، الاتصالات مستمرة، التوسطات مستمرة، أما أن يريدون تصفية حسابات على الأرض العراقية فالعراق أعظم من ذلك بكثير. لم يقف العرب، أقصد الخليجين، أقصد وسط جنوب الخليج، لن يقفوا ضد القاعدة أبدا، لن يقفوا ضد داعش أبدا، بالعكس الإعلام مالهم كان معظمهم، معظم الإعلام الرسمي وغير الرسمي، ما إذا ما قل داعشي، داعشي الهوى، يعني داعشي الهوى كله يطرق على ثورة العشائر، الآن يتحدثون عن الانتفاضة، نعم هنالك انتفاضة ضد الفساد وليس ضد الوطن، أريد وطن. أنتم أحبتي المتظاهرين تريدون وطن، هو من يقدر يمس الوطن مالكم؟ هو من يقدر يتحارش بيكم؟ هو أنتم غرة جبين العراق، هو أنتم أبناء العراق، وأنتم الذين حفظتم العراق، لا يجعل بعض الشعارات تسوق ثم إسقاط النظام. يعني شو إسقاط النظام؟ يعني إسقاط الحشد، نعم إسقاط المؤسسات، إسقاط الدولة، واسمح لي هنا تغيير النظام. اسمح لي هنا أيضا أن نتوقف مع هذا التقرير للزميل محمد الفات يعني في ختام هذه الحلقة لنطلع أيضا على آخر تطورات في المشهد العراقي مشاهدينا، نطلع عليها في هذا التقرير للزميل محمد الفات. حراك سياسي متعدد المسارات في العراق تقوده الرئاسات الثلاث في اجتماعاتها المستمرة فضلا عن الفاعلين من القادة العراقيين. الهدف وإن كان صعبا فإنه يتمحور حول ترجمة المبادرات والإصلاحات على أرض الواقع وبما يسهم في حل أزمة التظاهرات وتلبية اليسير من مطالبها وفق الدستور. قد لا تستطيع الحكومة ولا البرلمان الاستجابة إلى هذه المطالب لأنها قد تكون مطالب صعبة التحقق وتحتاج المزيد من الوقت وأيضا المزيد من المال، وهذا ما لا تملكه الحكومة في الوقت الحالي. لا تعديل للدستور والقانون الانتخابي إلا بوجود البرلمان، تقول الحكومة مستندة بذلك إلى مواد الدستور. إجابة جاءت ردا على مطالبة المتظاهرين باستقالة الحكومة وحل البرلمان قبل إجراء التعديلات في النظام السياسي الحالي، لكن هذا الإيضاح وعلى ما يبدو لم يصل إلى الشارع حتى الآن نتيجة لفقدان حلقة الوصل بين الطرفين يقول المراقبون. أعتقد أن هناك جدية في تنفيذها، وهناك كان دعما واضحا في جلسة البرلمان الأخيرة من خلال إطلاع بعض القرارات المهمة كتخفيض رواتب ومخصصات المسؤولين وأيضا إعادة النظر في بعض فقرات الدستور. في الشارع الوضع لم يتغير،
تظاهرات مستمرة في الساحات بسقوف عالية للمطالب على الرغم من المساعي الحثيثة لإجراء حوار بين الحكومة والمحتجين. في سباق مع الزمن تسعى الحكومة العراقية إلى تقديم الحلول عبر حزم الإصلاح التي أطلقتها أخيرا، فيما البرلمان يقترب من محطة تحمل المسؤولية بالكامل لبت الخيارات المطروحة وعلى رأسها تعديل الدستور والقانون الانتخابي، أو الذهاب بعيدا لحل نفسه أو سحب الثقة من الحكومة. محمد الفهد، بغداد، الميادين. إذن كانت هذه آخر تطورات المشهد في العراق مشاهدينا. سيادة الفريق وفيق السم الرائي، تبقى دقيقة واحدة من الحلقة الأولى من برنامج من العراق، يعني برأيك بدقيقة إذا أمكن قدر الاستطاعة أن نختصر، إلى أين يتجه العراق وما هو الحل؟ العراق باق، العراق باق، العراق باق، وسوف تستجيب الحكومة والبرلمان والرئاسات والدولة كلها لمطالب الجماهير العادلة بضرب الفساد، بضرب الفاسدين، وإجراء الإصلاحات خطوة خطوة، وإعطاء فرصة إلى الحكومة، وإعطاء فرصة إلى النظام، وإسقاط البرلمان الآن وإسقاط الحكومة الآن لا يخدم الأمن الوطني إطلاقا ولا يحقق مطالب حقيقية، بل ربما يؤدي لا سمح الله إلى انفلات. وأما قصة الحرب الشيعية الشيعية فقد ذهبت وفشلت المحاولات لإحداث قتال بين فصائل مسلحة وأحزاب مسلحة، والكل أدركوا هذا الخطر. فالعراق باق وسيتجاوز المحنة بقوة الله، وسوف نرى العراق بلا فاسدين، ونرى العراق منارة للمجد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الخبير الأمني والعسكري الفريق أول وفيق السام الرائي، كنت معنا في الحلقة الأولى من برنامج من العراق، وحدثتنا مباشرة من العاصمة البريطانية لندن. مشاهدينا الأعزاء، الشكر الدائم لكم على متابعتكم. هذه الحلقة من برنامج من العراق انتهت، إلى اللقاء.